أشار رئيس المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل في التغطية ذاتها، أشار إلى أن جريمة حلب هي وصمة عار في تاريخ العراق وتاريخ الحروب، ويجب أن تسود ثقافة السلام لبناء الحياة المدنية والابتعاد عن الحروب المدمرة. هذه الفاجعة، هذه الجريمة الكبرى، الضحايا بالآلاف اللي راحوا ضحية الغاز السام اللي استخدم في العمليات العسكرية في حلب، أعتقد هذه تنطينا كشعب درس كبير من أجل مناهضة فلسفة الحروب. ما عانى من عند شعب العراق منذ 1958 إلى 2003 هي فلسفة الحروب والعنف. الحرب العراقية الإيرانية كلفت 1.1 تريليون دولار ومليون إنسان، مدن مدمرة. نفس الشيء الحروب والعنف اللي حصلت بين الجيش العراقي والبيشمركة وغيرها من التفاصيل، كل هذا كان مكلف يدفع ثمنه الإنسان العراقي الكردي التركماني العربي وكل القوميات، ويدفع ثمنه قضية الأمن والسلم والاستقرار والثقافة المدنية. لذا أعتقد وكما حصل في أوروبا، يعني بعد ما طلعت من حربين مدمرة ذهب المجتمع الدولي نحو ثقافة السلام. علينا اليوم أن نذهب إلى ثقافة السلام، ثقافة التعايش، ثقافة الشراكة، ثقافة بناء الحياة المدنية، بناء شباب بعيد عن مختلف أشكال ثقافة الحروب والدم والعنف والإرهاب. أيضا يجب أن نذهب باتجاه يعني توثيق ثقافة السلام في دول الجوار، في إيران، في تركيا، في سوريا، في الخليج العربي وغيرها من المناطق. لا يجوز لبلدان نامية أن تذهب إلى حروب مدمرة يكون ضحاياها المدنيين والمدن. ونتذكر كيف داعش أدى إلى تدمير مدن كبرى اليوم في العراق عبر أو بسبب فلسفة الحروب والعنف والدمار. الهزب أنا أعتقد هذه الجريمة الكبرى في حلبجة هي رمز شاخص لشيء بشع في تاريخ العراق، في تاريخ الحروب، مهما كان المسبب وطبيعته.